وقفة احتجاجية هذه ثلاث مرات، اليوم هو ثالث مرة درناها. كنطالبوا بالتعاون الوطني باش يسير لنا الأمور ديالنا ويعطينا الأجور ديالنا، لأن بزاف علينا. رحنا وصلنا وصل السيل الزوبة، لأن فينا أراميل، فينا مطلقات، فينا ناس مسؤولين على آبائهم. احنا بنادم كي ياكل كيوجد الطبلة ديالو، احنا اش غادي نوجدو؟ اش غنحطو لوليداتنا؟ عندنا أولاد، عندنا مسؤوليات، عندنا مرض، عندنا بزاف ديال الحوايج. واش هاد الناس ما كيشوفوش بأنه راه حنايا زعما راه واصلين؟ راه حنا حنايا بشر فحالنا بحالهم. واش ما كيشوفوش بأننا حنايا راه حنايا مواطنين مغاربة محتاجين؟ ولو يكون مشاكل المهم كتصفى عن طريق الإدارة، كاين نقاش، كاين حوار، كنجلسوا كنشوفوا شنو خاص شنو ناقص. راه بزاف هادشي، راه فوق الجد. راه حنا راه وقيله غنمشيو لموائد الرحمن، غنهزو ولادنا وغنمشيو كلنا بهاد الجماعه كلها اللي كتشوف فيها، غنمشيو لموائد الرحمن. حنا كنطالبوا بهم يشوفوا هاد الناس، يشوفوا بعين الرحمه ديال هاد الناس. راه رمضان هذا، راه ماشي الايام العاديه كنا كنعديو باش معطى الله. راه رمضان هذا، راه صايمين واقفين محتجين. حنا ماشي ما باغيينش نخدموا، حنا خدامين في ظروف كما كانت غنخدموا. حنا قابلين على هاد الوليدات، هازينهم فوق راسنا، وقابلين على الجمعيه، وقابلين على بزاف ديال الحوايج، ولكن حتى هما يشوفوا بينا بعين الرحمه، لاننا راه بزاف وصلنا لواحد كما وصل السيل الزوبه. صافي، ما بقيناش قادين نصبروا، ما بقيناش قادين نصبروا، لان عندنا مسؤوليات. حنا راه كاينين هنايا ناس اراميل، كاينين مطلقات، كاينين مسؤولين على ابائهم، كاينين ناس مراد خاصهم ولادهم يديهم الطبيب. اش غادي نديروا؟ غتمشي تطلب؟ غتمشي تمد يديك وانت خدام كتسمى سالاري؟ اش غادي دير؟ رئيساني راعي، راعي ولينا حنايا. حتى حنايا شي شويه كما كتخلصوا نتوما، شوفوا فينا حتى حنايا. حنا راه ما مخلصينش رمضان كله، اش غادي نقولوا؟ اش غنحطوا لولادنا؟ كتدخل راسك محني لعند ولدك، اش غتحطي في ديك الطبله ديال الفطور؟ اش غتقول ليه؟ غتقول لي راني ما مخلصش؟ راه ما تيعرفش، راه ما مخلصش. راه بالنسبه لي خارجه الصباح وداخله، اذا راني خصني نتخلص في لافان دو موا، نتخلص على الاقل 3 شهور 4 شهور، ماشي نوصل لواحد 6 شهور 7 شهور 8 شهور. هاد الوقفه كنديروها احتجاجا على عدم صرف الاجور ديال هاد المستخدمين اللي كيتجاوز العدد ديال 140، اللي كنقابلوا والرعايه ديال الاطفال ديال هاد الجمعيه اللي كتجاوز 500 ديال الاطفال سواء بنات او اولاد. هاد الناس الاجور ديالهم معطله هذه اكثر من 7 شهور، عندهم التزامات، عندهم مصاريف، كاين اللي عنده تريتا، كاين المرض، كاين يعني لا يعقل ان الناس كيستغلوا اكثر من 7 شهور وما كيتقادوش الاجور ديالهم. وكنتمنوا خير من هذه الحكومه وهاد الناس ديال التعاون الوطني يشوفوا بعين الرحمه لهاد الناس اللي محتاجين. انا ام ديال طفله معاقه، وكنوب على الامهات اللي عندهم الاطفال معاقين في هذه الجمعيه. فكنشكر سيدنا اولا، هو اللي عطى الاولويه للطفل المعاق، وكل اهتماماته كان للطفل المعاق. ولكن هذا عار ملي كنلقاو هاد المشاكل مع المسؤولين وهاد التهاون في حق الطفل المعاق. يعني حنا كنديروا الجهد ديالنا والجهد الكامل كيعطوه الناس ديال الاطر، من اطر طبيه ومن اطر تربويه ومن عدد ديال تخصصات، باش هاد الناس ما كيتخلصوش. حتى هما عندهم مسؤوليه، وحتى هما عندهم وليداتهم وعندهم الاباء ديالهم، ولكن باش يبقاو مساكن 10 شهور ما كيتخلصوش، وداخل فيها الترونسبور، داخل فيها كل شيء، ويكون هاد التعسفات بحال هكا، فهاد الشيء لا يعقل بتاتا. وحتى هنا مضرورين جدا، لان خصك تشوف المعاناه ديال الطفل المعاق مني ما كيمشى، المعاناه النفسيه ديال الطفل المعاق اللي ما كيمشيش للمدرسه. يعني ما بقاتش غير في الاوطو، بقات حتى في النفسيه ديال الطفل المعاق. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل للمسؤولين، اللي اش غادي نقول لك، ما غاديش نقدر شي كلمة، انما غادي النظر على هذا المشكل اللي عينا بحال ولينا كنبحوا بحال كذا بالضاله، حاشاك باش نوصلوا النداء ديالنا. وهذا الشيء بغينا نشوفوه بعين الاعتبار.